صاحب الحكم والشعر الملحون سيدي عبد الرحمن المجدوب. هو ناظم متصوف مشهور، مول الكلام الرزين والشعر الموزون، مؤلف رباعيات شعرية سجلية بالدارجة كتسلط سيف النقد على بعض الممارسات الاجتماعية والسياسية، وكتشكل عمل هام من التراث الشفهي اللي دولتها الألسن وداعصتها داخل وخارج الحدود المغربية. فشكون اللي خفى عليه اسم سيدي عبد الرحمن المجدوب؟ المجدوب اسم ينتمي إلى المفردات الصوفية، يشير محليا إلى الرجل اللي خرج من العالم الواقعي وعالم المظاهر إلى عالم الكشف، كي يصف المؤرخ ابن خلدون بأنه سابح دائما في بحر المعرفة والتوحيد، مختطف عن الحس والمحسوس. وهكذا كان حال سيدي عبد الرحمن المجدوب. عاش في القرن السادس عشر في سياق عام تميز بالاحتلال الإيبيري للثغور وبالتهديد العثماني في الشرق وبانتشار المجاعات والأوبئة. كانت النتيجة الاجتماعية لهذا الوضع هي ظهور جميع الأنواع من المتصوفة، ظاهرة ذكرها المؤرخ أحمد بن خالد الناصري في كتاب الاستقصاء على أنها من أهم أحداث هذا العصر. لكن على الرغم من كثرة المتصوفة والمجاديب، يبقى المجدوب بامتياز هو الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عياد الصنهاجي الفراجي الدكالي الملقب بالمجدوب. غالبا ما يتم خلط حياة المجدوب بالأسطورة. أصله من تيت حاليا مولي عبد الله بساحل دكالة داخل قبيلة ولاد فرج، ومن هنا نسبة الفرجي الدكالي. كانت ولادته حوالي 909 من الهجرة، أي 1504 ميلادية تقريبا، في دكالة قبل أن يرحل وهو صبي إلى نواحي مدينة مكناس حيث استقر والده، وتلمذ المجدوب على يد بعض كبار رجال الصوفية، منهم الشيخ أبو الحسن علي بن حمد الصنهاجي المعروف بلقب الدوار، والشيخ عمار الخطاب الزرهوني، وهو أول من لقبوا بالمجدوب ورسلوا إلى الهبط، حيث عاش متنقل من مكان إلى مكان غير مكترث بمال ولا جاه، مناديا بإصلاح السياسة والمجتمع والنفوس قبل كل شيء. في القصر الكبير أصبح سيدي عبد الرحمن المجدوب شيخا لأبي المحاسن يوسف الفاسي، مما أثار استياء عائلة الفاسي اللي نظرت نظرة قاتمة إلى هذه الصحبة. كما أثار المجدوب غضب الوجهاء والمرجعيات الدينية في المدينة، مما جعله يغادر القصر الكبير باتجاه بوزيري بقلب مصمودة في إقليم وزان. هنا قام بإنشاء زاوية واستقر بها حتى وفاته عام 1569 قبل أن يتم نقل رفاته لاحقا إلى مكناس، حيث يوجد ضريحه جوار ضريح السلطان المولاي إسماعيل العلوي. خلى سيدي عبد الرحمن المجدوب ولد في بوزيري يدعى سيدي محمد السبع، أثار أحفاده مذكورة في مناطق أخرى ولا سيما فاس حيث عاش محمد بن علي المجدوبي. كما ترك سيدي عبد الرحمن المجدوب مجموعة من المريدين معروفين باسم أولاد المجدوب أو أيت المجدوب، كانوا مقيمين بشكل أساسي بين مصمودة الغرب وجبل السرسار، لكن إرث المجدوب كيبقى بامتياز كلامه الملحون اللي استمر في جذب الأجيال في المغرب وخارج الحدود. شعر المجدوب كلام رباعي كيجمع بين نبرات صوفية وجرأة الانتقاد للمجتمع والسلطات السياسية وتجار الدين. قوة هذا الفن الشعري هو ألفاظه العامية ودلالته المعنوية وحكمه الموجزة ووضوح رسالته عند الخاص والعام، مع البعد عن التعقيد وعن الزغرفة اللي جعلته كيتحفظ بسهولة وكيتداول عبر الأنشودة والوسائل الشفهية. المؤرخ والأكاديمي الفرنسي ألفريد لوي دو بريمار اللي كرس دراسة لسيدي عبد الرحمن المجدوب صنفه كشخصية متجدرة بعمق في التراب المغربي بتداعياته الاجتماعية ومحيطه الثقافي،
وعلى الرغم من أن سيدي عبد الرحمن المجدوب لم يغادر المغرب، فشعره انتشر في جميع أنحاء المنطقة المغاربية، لدرجة أن بعض المؤلفين ركزوا على البعد المغاربي والإفريقي والمتوسطي لأعماله. في القرن التاسع عشر لاحظ بالفعل الكونت أونغي دو كاستري تأثير شعره على الثقافة الشعبية في الجزائر، وخصص له كتاب ألف في باريس عام 1896، جمع فيه العشرات من رباعياته باللغة العربية، ترجمها إلى الفرنسية تحت عنوان لغنوم دو سيدي عبد الرحمن المجدوب، وفسر اعتماد كلمة غنوم لتشابه رباعيات المجدوب مع أعمال شعراء اليونان القديمة. من جانبه كتب الشاعر والكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي على المجدوب في مجلة أنفاس، ووصفه بأنه من الأبطال اللي قدموا لكل جزء من أرض المغرب الكبير إرثاً يحتفظ به كجزء من تراثه. قوة شعر المجدوب كيتفسر بشكل خاص من خلال رؤيته للإنسان اللي كتجاوز الزمان والمكان، وليس من المستغرب أن نرى رباعياته ما زالت متداولة بين الأمثال والحكم الشعبية، أو أن نراها تتحول إلى كلمات لأغاني في الأزمنة المعاصرة، شاهداً بذلك على حداثته مع تجديده باستمرار في السياق انتقاله من جيل إلى آخر. كرست لسيدي عبد الرحمن المجدوب عدة أعمال، دراسات، أطروحات جامعية، أفلام، مسرحيات، خاصة مسرحية ديوان سيدي عبد الرحمن المجدوب لطيب صديقي من نوع البساط، عرضت لأول مرة عام 1966 في المسرح البلدي بالدار البيضاء. على الرغم من هذا الاهتمام الواضح، فأمنيتنا هي إعطاء كل مكان لكي يستحق تراثنا الشعبي لدوره في احترام التنوع الثقافي وتعزيز روح الإبداع.